ادخل. كنت بتعمل ايه عند جبريه؟ ابدا، كانت طالبه مني اطمن لها على الحاج، فكنت بطمنها. وحياة امك، ايه ما بقتش قادر تبص في وشي؟ ده اسمه كلام؟ ده انت حبيبه قلبي من جوه. كنت بتعمل ايه عندها؟ ما انا قلت لك انا بقول لك انطق. كنت بتعمل ايه عند جبريه؟ كنت عايز الحقك. يعني ايه؟ مروان يا ستي عايز يدي كريمه اللي هي عايزاه، ويدي ولادها كل اللي هم عايزينه. ما فهماش تقصد ايه؟ البيت كبير، حاسس بتأنيب ضمير، وحاسس ان كل اللي بيحصل ده بسبب ان هو كان حق كريمه وولادها، فقرر انه يدي كريمه وولادها الارض والفلوس اللي هم عايزينها. وماله؟ حقهم. ما قلناش حاجه، بس طالما هيعمل كده يبقى يعمل كده مع الكل. انت فين بقى من الحكايه دي؟ ده انت اولى ولا ايه؟ بعد يدك عني. ليه؟ ده انا حبيبك. محروس يا عيون، محروس. تطلع من الاوضه، تطلع من باب البيت، ورجلك ما تخطيش هنا تاني، فاهم؟ ليه بس؟ كده ما بقتش طايقه اشوفك. انت اللي مش طايقه تشوفيني؟ انا بكرهك. من امتى؟ تفرق معاك الوقت؟ اه تفرق. انا ما عنديش مشكله ان انا امشي عادي، بس يا ترى انت بقى هتعملي ايه؟ هتلاقي مين يبص في خلقتك الجميله دي من بعدي؟ اه يا ولدي الخسيس يا واطي. عيب عيب لما تشتمي جوزك، ولا انت لسانك بقى زي وشك؟ هاني هاني، بصي بصي، شوفي شكلك بقى عامل ازاي. شوفي انا مستحمل ايه. شوفي شوفي، عشان تحمدي ربنا ان انا عايش معاكي في نفس الاوضه اللي انت فيها. انزلي الشارع، انزلي الشارع كده، شوفي الناس هيبصوا لك ازاي. بلاش، انزلي اقعدي مع مروان ولا شمس ولا حتى حسن، هتلاقيهم بيبصوا في الارض، مش عشان ادب ولا حاجه، بس عشان مش طايقين يبصوا في خلقتك. مالكيش غير محروس يا ست الكل. بعد عني، اطلع بره، ما ترجعش اشوف وشك. طلقني طلقني يا جليل الاصلي يا نهر، بره.